السلام عليكم شباب، يا رب الخير. بس للي ما يعرف شلون يكتب الكود او يدخل على كلاس التابع للمادة على جوجل كلاس روم، فتروح تنزل تطبيق هذا اسمه كلاس روم، هذا هنا، تروح على الاب ستور او على جوجل بلاي وتكتب جوجل كلاس روم، راح ينزل لك هيك كلاس مثل هذا. فانت عندك باول ما ينفتح عندك التطبيق تروح على زائد، مو كرييت كلاس، مو خلق درس، وانما جوين كلاس الانضمام. من تدوس على جوين هنا بالكلاس كود تكتب الكود اللي دزيت لك اياه، اللي يبدي ب 7GWA2SC. هذا كل الموضوع. من تكمل تقول له جوين انضمام، راح تنضم للكلاس. تمام، جدا أشكركم وأنا في أمان الله.